حل التكليف الثاني في محاسبة المصارف 2022. سجل العمليات التالية في يومية بنك الريف. سعر الدولار بالليرات اللبنانية، سعر اليورو بالليرات اللبنانية، سعر اليورو بالدولار الأمريكي. عمليات الأسناد التجارية. قدمت ريم التي لديها حساب جار بالليرات اللبنانية كمبيالات للخصم تستحق بعد 6 أشهر بقيمة اسمية 50 مليون ليرة لبنانية، وجرى خصمها بمعدل 15% سنويا، العمولة 2 في الـ1000. الفوائد المكتسبة 50 مليون ضرب 15% ضرب 6 على 12، طلعوا 3,750,000. العمولات المكتسبة هو ما قال بالعمولات سنويا، وبالتالي هي 50 مليون ضرب 2 في الـ1000 من دون ضرب 6 على 12، 100,000. قيد الخصم بيكون بالمدين في من حساب سندات تجارية محسومة وبالدائن إلى حساب فوائد مكتسبة على خصم أسناد تجارية أو سندات تجارية، وكمان إلى حساب عمولات مكتسبة على خصم سندات تجارية، والباقي بالحساب الجاري لريم اللي عملت هذا الخصم، اللي قدمت هذه السندات للخصم. إذن إلى حساب الزبون ريم جاري بالليرات اللبنانية. أودع الثانية للتحصيل سندات لأمر قيمتها الإسمية 15 مليون. لاحظ ما قال لي شو طبيعة حسابها لتانيا، لأنه ما بيلزمني لحتى أعمل هذا القيد أعرف شو طبيعة حسابها، لأنه بدي أعمل قيد نظامي هون. بدي أقول من حساب سندات مستلمة للتحصيل إلى حساب الزبائن الدائنون بالسندات المستلمة للتحصيل. وهذا الزبائن الدائنون ما بقول الزبونة تانية، لأنه هذا قيد نظامي تستخدم فيه حسابات خارج الميزانية، مش حسابات التزامات أو حسابات أصول أو غير ذلك. هذه حسابات أوربيلون، وهذا القيد قيد نظامي، القيد الذي يتم إجراؤه لاستلام السندات من الزبائن قيد نظامي. سلمت علا سندات لأمر قيمتها الإسمية 125 مليون ليرة لبنانية كضمان للحصول على تسليف بالحساب الجاري بالليرات اللبنانية. سندات لأمر أو سندات سحب، يعني سندات السحب اللي هو الكمبيالي، وسندات لأمر اللي بيسموه السند الإذني، ما بيختلفوا بالمعالجة المحاسبية، لا بالمحاسبة المالية ولا بالمحاسبة المصرفية، بتختلف معالجتهم. والطبيعة القانونية للسند مختلفة، بس هي المعالجة المحاسبية بيختلفوا. من حساب سندات مستلمة كضمان لقاء تسليفات إلى حساب الزبائن الدائنون بالسندات المستلمة كضمان لقاء تسليفات. وما حاستعمل اسم العلا، لأن هذا قيد نظامي، القيد الذي يتم إجراؤه للسندات المستلمة كضمان لقاء تسليفات قيد نظامي. حصل البنك نقدا كمبيالات بمبلغ 7,500,000 سبق إيداعها للتحصيل من قبل نور التي لديها حساب جار بالليرات اللبنانية. ليش في 3 قيود؟ في قيد لحتى حصله، وقيد لحتى أعمل العمولة، وقيد لحتى ألغي القيد النظامي. لحتى حصل عم بيقول نقدا، يعني من حساب الصندوق. طب إلى حساب شو؟ إلى حساب الزبون اللي صاحبة هذا الإيداع، اللي عملت إيداع هذه الكمبيالات للتحصيل. مين هي؟ نور. طيب شو طبيعة حسابها لنور؟ جاري. إذا إلى حساب الزبونة نور جاري بالليرات اللبنانية. طيب العمولة بدي أعمل حسابها لنور مدين، لحتى نقص حسابها بدي أعمله مدين، لأنه هذا حساب التزامات، لأنه بده يتنقص بينعمل مدين. وإلى حساب عمولات مكتسبة على تحصيل سندات تجارية، اللي هي حسابات إيرادات. الإيرادات لما بدها تتسجل بتنعمل دائنة وتنزل. وفي إلغاء القيد النظامي المتعلق بهذه السندات، يعني من حساب الزبائن الدائنون بالسندات المستلمة للتحصيل إلى حساب سندات مستلمة للتحصيل 7,500,000. هذا إلغاء القيد النظامي. حصل البنك نقدا سندا لأمر قيمة
ميني مليون سبق أن خصمته أدريانا لديه. هلا سبق أن خصمته وحصلناه، يعني ما خص أدريانا بالموضوع، حصلناه لألا، يعني من حساب الصندوق إلى حساب سندات تجارية محسومة. عندنا سندات ملكنا مسجلة بحساب سندات تجارية محسومة ورحنا حصلناها. فأدريانا ما لها علاقة بالموضوع، لأنه أدريانا أخذت فلوسها يوم اللي صار الخصم. سند قيمته الإسمية 14 مليون و200 ألف كانت الزبونة ماري التي لديها في البنك حساب جاري بالإلكترونية قد خصمته لديه، امتنع المسحوب عليه عن دفعه. قام البنك بإجراء البروتيستو الذي بلغت مصاريفه 20 ألف دفعت نقدا ورجع على ماري بقيمة السند والمصاريف. لسجل البروتيستو من حساب مصاريف قضائية إلى حساب الصندوق. لأرجع على ماري من حساب الزبونة ماري جاري بالإيرات اللبنانية لحتى ما أصلح حسابها بما أرجع عليها به اللي هو 14 مليون و220 ألف، لأنه عم برجع عليها بالسندات اللي كان لازم تنقبض وما انقبضت، فإلى حساب سندات تجارية محسومة وإلى حساب مصاريف قضائية لحتى طالبها بهالمصاريف اللي اندفعت هون. حصل البنك نقدا كيمبيالا بمبلغ 17 مليون، وهي من جملة أسناد سبق أن حصلت بضمانها على سلفة بالحساب الجاري بالليرات اللبنانية، حصل بضمانها هبة العمولة 2 في الـ1000. هلا أول شيء خلينا نعمل قيد لنقبض هالكيمبيالي ال 17 مليون من حساب الصندوق. طب إلى حساب مين؟ إلى حساب هالزبونة اللي أخذ تسليف بضمان هذه الكيمبيالي، فإلى حساب الزبونة هبة تسليف بالحساب الجاري لقاء ضمانات بالليرات اللبنانية. القيد الثاني بدي سجل عليه عمولة 34 ألف، 17 مليون ضرب 2 في الـ1000، فبدي أعمل له حساب هذا التسليف مدين وإلى حساب عمولات مكتسبة على تحصيل أسناد تجارية مدين لحتى نقص من حساب الزبون هبة تسليف بالحساب الجاري لقاء ضمانات بالليرات اللبنانية إلى حساب عمولات مكتسبة على تحصيل سندات. وفي القيد الأخير هو إلغاء القيد النظامي المتعلق بها 17 مليون من حساب الزبائن الدائنون بالسندات المستلمة كضمان لقاء تسليفات إلى حساب سندات مستلمة كضمان لقاء تسليفات. سند محسوم قيمته الإسمية 11 مليون و900 ألف امتنع المسحوب عليه عن دفعه ولم يتم الرجوع بقيمته على الزبونة رنا التي قامت بخصمه. لم يتم الرجوع بقيمته على الزبونة رنا، يعني قررنا نبقيه نحن في ملكيتنا ونتابع نحن فيه، يعني بدنا نفتح له حساب اسمه سندات تجارية محسومة وغير مسددة، يعني بدي أقفل سندات تجارية محسومة مثل ما أقفلته هون ومثل ما أقفلته هون، بس هالمرة بدي أقفله مش لأنه تحصل هالمرة أو رجع على الزبون به، هالمرة بدي أقفله لأفتح بديله حساب اسمه سندات تجارية محسومة وغير مسددة. كمبيالة محسومة قيمتها 4 مليون و250 ألف سبق أن اعتبرت غير مدفوعة ولم يتم الرجوع على الزبونة الثانية بها، سد المسحوب عليه المبلغ اليوم نقدا. يعني هيدي اللي كانت ديجا محسوبة مثلها، وحدة مثلها كانت من عمل لها هذا القيد من فترة، عمل لها هذا القيد. هيدي الكمبيالة اللي سبق وانعمل لها هذا القيد فيما مضى تم تحصيلها اليوم، يعني بدي أقول من حساب الصندوق إلى حساب سندات تجارية محسومة غير مدفوعة أو غير مسددة أو غير محصلة. هذا بالنسبة لعمليات الأسناد التجارية. هلا بالنسبة لعمليات القطع الأجنبي، شراء 200 ألف يورو من البنك جبيل دفع بحوالة مصرفية على مصرف لبنان بالليرات اللبنانية. بمحاسبة اليورو بدي أقول من حساب بنك جبيل المصارف المراسلة بنك جبيل إلى حساب مراكز القطع باليورو، لأنه حسابنا عند هؤلاء زاد 200 ألف يورو. بمحاسبة الليرة اللبنانية المبلغ بالليرات اللبنانية هو 200 ألف ضرب، عم بيقول لي هو السعر الوسطي، السعر الوسطي يعني 29800 زائد 29900 قسم 2 يساوي 29850. يعني من حساب مراكز القطع باليورو ما يوازيها بالليرات اللبنانية إلى حساب مصرف لبنان، لأنه عملنا حوالي على مصرف لبنان بهذا المبلغ. اشترت نور من البنك مبلغ 22 ألف جرى تسجيله في حساب ادخار لأجل باليورو أنشئ لهذا الغرض. سددت القيمة باستخدام حساب الادخار تحت الطلب بالليرات اللبنانية العائد لها.
ادخار لأجل باليورو. في محاصرة اليورو يعني إلى حساب الزبونة نور ادخار لأجل باليورو. من حساب شو؟ من حساب مراكز القطع باليورو. لأن هون نحن عم نبيع يورو. هلا بمحاسبة الليرة اللبنانية عم بيقول هي سددت باستخدام حساب الادخار تحت الطلب بالليرات اللبنانية العائد لها. يعني حساب الادخار تحت الطلب بالليرات اللبنانية العائد لها ينبغي أن يجعل مديدا بقيمة ما سددته اللي هو 22,000 ضرب 29,900. يعني من حساب الزبونة نور ادخار لأجل بالليرات اللبنانية 157,800,000 إلى حساب مراكز القطع باليورو ما يوازيها بالليرات اللبنانية. اللي حصل هون إنه حسابها بالليرات اللبنانية ناقص، حساب الادخار تحت الطلب بالليرات اللبنانية ناقص ب 657,800,000 لينحط لها ما يساوي هذا المبلغ باليورو بحساب الادخار لأجل باليورو، ناقص حساب الادخار تحت الطلب بالليرات اللبنانية فجعل مدينا بمحاسبة الليرات اللبنانية، زاد حساب الادخار لأجل باليورو فجعل دائما في محاسبة اليورو. ولأنه في عملية قطع، نحن في عملية بيع لليورو، فمراكز القطع باليورو مدين وما يوازيه بالليرة اللبنانية دائم. اشترت هبة من البنك مبلغ 50,000 يورو، جرى تسليمه لها بشيك مصرفي على المراسل في باريس بنك كيو اف ان، وسددت القيمة نقدا بالليرة اللبنانية. هلا في محاسبة اليورو نحن هون اشترت هبة، يعني نحن بعنا يورو، يعني من حساب مراكز القطع باليورو إلى حساب شو؟ أعطيناها شيك مصرفي، يعني إلى حساب المصارف المراسلون بنك كيو اف ان. في محاسبة الليرات اللبنانية ثمن البيع بالليرات اللبنانية 50,000 يورو ضرب 29,900 مليار و495 مليون. هلا من حساب شو؟ احنا قبضنا منه نقدي بالليرات اللبنانية من حساب الصندوق. وطالما انه في عملية بيع يورو يعني إلى حساب مراكز القطع باليورو ما يوازيها بالليرات اللبنانية، أودعت رنا مبلغ 30,330 دولار نقدا لتسجيل قيمته في حسابها الجاري باليورو. يعني بمحاسبة الدولار من حساب الصندوق لأنه أودعت 30,330 إلى حساب مراكز القطع بالدولار لأنه أنا عم بشتري دولار 30,330. هلا في محاسبة اليورو من حساب مراكز القطع باليورو، إذا نحن بدنا نعطيها مقابل 30,330 بدي أقسم على السعر العالي، بدي أقسم على 1.011، لأنه حسب ما قايل هون إنه 1.0106 1.0110 بيطلع لها 30,000 يورو. وكيف أخدتهم؟ أودعت نقدا لتسجيل قيمته في حسابها الجاري، يعني إلى حساب الزبون رنا جاري باليورو. ومثل ما اتفقنا مرارا انه لما يكون في عملة أجنبية لقاء عملة أجنبية أخرى لا يستعمل في الحسابين ما يوازيها. ما في شيء اسمه مراكز القطع باليورو ما يوازيه بالدولار، ومراكز القطع بالدولار ما يوازيه باليورو. هذا ما يوازيه يستعمل في محاسبة الليرة اللبنانية فقط. بما انه مراكز القطع بالدولار دائن يعني ما يوازيه مدين، وبما انه مراكز القطع باليورو مدين يعني ما يوازيه دائن، أن نستعمل السعر الوسطي اللي هو 29,550. من وين اجت 29,950؟ هي 29,500 و29,600 مجموعهم قسم 2 فبيطلعوا 29,550. ف30,330 ضرب 29,550 طلعت 896 مليون و251 و500. الاعتمادات المستندية للاستيراد، فتح اعتماد مستندي مبلغ 100,000 لسميرة التي لديها حساب جاري بالدولار تجميد 15% وعمولة 2 في الألف. أول شيء في القيد النظامي لفتح الاعتماد من حساب الزبائن المدينون بالاعتمادات المستندية المثبتة إلى حساب اعتمادات مستندية مثبتة. فينا نقول تحت الطلب إذا ذكر هو إنه تحت الطلب. بدي نقص لها حسابها 15,000 يورو اللي جمد لها إياه هون. يعني من حساب الزبونة سميرة جاري بالدولار إلى حساب الزبونة سميرة مؤونات مجمدة بالدولار 15,000. بدي نقص لها حسابها
100 ألف ضرب 2 في 1000، بدي أنقص لها حسابها 200 دولار لآخذ عمولة، يعني من حساب الزبونة سميرة عجاري بالدولار إلى حساب عمولات مكتسبة على إصدار اعتمادك السندية 200 دولار. فتح اعتماد مستند يبلغ 200 ألف لماري التي لديها حساب جار بالليرات اللبنانية، تجميد 15% عمولة 3 في 1000. هلا أول شيء في القيد النظامي، من حساب الزبائن المدينون بالاعتمادات المستندية مثبتة إلى حساب اعتمادات مستندية مثبتة ب200 ألف. بقيدات تجميد، بمحاسبة اليورو بدي أجمد لها أنا 200 ألف ضرب 15%، يعني بدي أقول إلى حساب الزبونة ماري مؤونات مجمدة باليورو 30 ألف يورو. من حساب شو؟ من حساب مراكز القطع باليورو، لأنه أنا بدي أستعمل حسابها بالليرات اللبنانية لحتى أجمد لها 30 ألف يورو. هلا بمحاسبة الليرة اللبنانية بدي نقص لها حسابها الجاري بالليرات اللبنانية ما يعادل 30 ألف يورو. 30 ألف ضرب السعر العالي 29.900 طلعوا 897 مليون. بدي نقص لها حسابها بالليرات اللبنانية 897 مليون ليرة لبنانية، وإلى حساب مراكز قطع باليورو ما يوازيها بالليرات اللبنانية. هلا للعمولة في محاسبة اليورو بدنا ناخد عمولة 200 ألف ضرب 3 في 1000 600 يورو. فبدي أقول من حساب مراكز القطع باليورو إلى حساب عمولات مكتسبة على إصدار اعتمادات مستندية، بمحاسبة الليرة اللبنانية 600 يورو ضرب 29,900 يساوي 17,940,000. فلازم يتنقص حساب الزبونة ماري 17,940,000 للعمولة، يعني من حساب الزبونة ماري جاري بالليرات اللبنانية إلى حساب مراكز قطع باليورو ما يوازيها بالليرات اللبنانية 17,940,000. وصلت مستندات اعتماد مستندي تحت الطلب مفتوح بمبلغ 300 ألف يورو ومجمد 15% من قيمته. أجرى البنك الحوالة المصدر على بنك جي ال في لدى المستورد لما حساب جار بالدولار عمولة الحوالة 30 دولار. لما يكون في حوالي سببها وصول مستندات اعتماد مستندي وكان ديجا جمد عند إصدار الاعتماد جزء من حساب الزبون، يعني عندي بالمدين من حساب الزبون، هون الزبونة لما جاري بالدولار، من حساب الزبونة لما مؤونات مجمدة بالدولار، وبالدائن إلى حساب المصارف والمراسلون بنك جي ال في لأنه هون مسمي لي اسم البنك، يعني إلى حساب المصارف والمراسلون بقيمة المستندات اللي هي 300 ألف، من حساب مؤونات مجمدة بالجزء اللي كان مجمد اللي هو 45 ألف اللي هو 15% من 300 ألف، وجاري بالدولار بالباقي 300 ألف ناقص 45 ألف اللي هو 255 ألف. يلا في قيد لحتى ناخد عمولة من حساب الزبون لما جاري بالدولار إلى حساب عمولات مكتسبة على حوالات صادرة للخارج 30 دولار. وفي قيد لنلغي القيد النظامي، يعني من حساب اعتمادات مستندية مثبتة إلى حساب الزبائن المدينون بالاعتمادات المستندية المثبتة 300 ألف دولار. وصلت مستندات اعتماد مستندي تحت الطلب بمبلغ 409 ألف، وكان فتح الاعتماد بقيمة 400 ألف، وقد سبق تجميد 15% عند فتحه لدى المستورد على حساب جاري بالدولار عمولة الحوالة على بنك اس ار تي 30 دولار. هلا كقيد للحوالي هو ذاته، يعني من حساب الزبونة علا جاري بالدولار ومن حساب الزبونة علا مؤونات مجمدة بالدولار إلى حساب المصارف والمراسلون بنك اس ار تي. هلا إلى حساب المصارف والمراسلون بمبلغ المستندات اللي هو 409، ومن حساب الزبونة علا مؤونات مجمدة ب 15% من 400 ألف، يعني 60 ألف. هلا من حساب الزبونة علا جاري بالدولار ب 349 ألف اللي هو 409 ناقص 60. هلا في قيد لعمولة الحوالي، من حساب الزبونة علا جاري بالدولار إلى حساب عمولات مكتسبة على حوالات صادرة للخارج 30 دولار. وفي إلغاء القيد النظامي ب 400 ألف دولار، من حساب اعتمادات مستندية مثبتة إلى حساب الزبائن المدينون بالاعتمادات المستندية المثبتة.
وصلت المستندات العائدة لاعتماد المستندين لأجل بقيمة 50,000 دولار. وقعت إلينا كمبيالة مستندية تستحق بتاريخ 31/10 نور. لما توصل المستندات ويصير في توقيع كمبيالي، يعني من حساب مدينون بموجب قبولات إلى حساب قبولات برسم الدفع من قيمة هذه الكمبيالي اللي هي 50,000، وفي إلغاء القيد النظامي، يعني من حساب اعتمادات مستندية مثبتة إلى حساب الزبائن المدينون بالاعتمادات المستندية المثبتة. الاعتمادات المستندية للتصدير: تبلغ البنك بفتح اعتماد مستند للتصدير بمبلغ 750,000 من مراسله في البحرين، فبلغ المصدر أدريانا التي لديها حساب جار بالدولار في البنك. ما في شيء نعمل، تبلغنا أنه في اعتماد مستند انفتح، بلغنا زبوننا أنه في اعتماد مستند انفتح له بالبنك الأجنبي، بنك المستورد، فما في شيء نعمل احنا. لا قيد. تبلغ البنك من مراسله في قطر، بنك النخلي، بحوالة عائدة لاعتماد مستندي بمبلغ 290,000 دولار لحساب المصدرة الثانية التي لديها في البنك حساب جار بالدولار، تم اقتطاع عمولة 30 دولار. هلا زبون عندي إجاه حوالي، فبدي أعمل هذا زبون دائن بالحوالي اللي إجته، يعني زبونة تانية جاري بالدولار دائن ب 290,000، والبنك اللي انعملت منه الحوالي بدي اعمله مدين، يعني مصارف المراسلون بنك النخلي، يعني من حساب مصارف المراسلون بنك النخلي الى حساب الزبونه الثانيه جاري بالدولار 290,000. هلا اقتطاع العموله، في اقتطاع عموله 30 دولار، فمن حساب الزبونه الثانيه جاري بالدولار الى حساب عمولات مكتسبه على حوالات وارده من الخارج 30 دولار. الكفالات: طلبت ستيفاني التي لديها حساب جار بالليرات اليونانية في البنك إصدار كتاب كفالة مؤقتة لمدة 3 شهور يبلغ 45 مليون من أجل الاشتراك في مناقصة. أصدر البنك الكفالة وجمد 100% من قيمتها واقتطع عمولة بمعدل 2% سنويا. هذا أول شيء في القيد النظامي اللي إصدار كتاب الكفالة، يعني من حساب الزبائن المدينون بالكفالات المعطاة لصالح الغير إلى حساب كفالات معطاة لصالح الغير. تاني شيء في تجميد مؤونة، يعني من حساب الزبونة ستيفاني جاري بالليرات اللبنانية إلى حساب الزبونة ستيفاني مؤونات مجمدة بالليرات اللبنانية، تجميد 100%، تجميد 45 مليون. تالت شيء في اقتطاع العمولة، 45 مليون ضرب 2% لأنه معدل العمولة 2% ضرب 3/12 لأنه مدة الكفالة 3 شهور، وعمولة الكفالة متناسبة مع المدة، يعني من حساب الزبونة ستيفاني جاري بالليرات اللبنانية إلى حساب عمولات مكتسبة على إصدار كفالات 225,000. أعادت آلاء التي لديها حساب جار بالليرات اللبنانية كتاب كفالة بمبلغ 64 مليون تم إصداره لضمان حسن تنفيذ مشروع، سبق عند إصدار كتاب الكفالة تجميد 50%. أول شيء بدي أحرر ال 50% المجمدين، يعني 32 مليون بدي أشيلهم من الحساب المجمد أحطهم بالحساب الجاري، يعني بدي أعمل المجمد مدين والجاري دائن، يعني من حساب الزبونة آلاء مؤونات مجمدة بالليرات اللبنانية إلى حساب الزبونة آلاء جاري بالليرات اللبنانية، بده يرجع المبلغ على الحساب الجاري 32 مليون. بعدين بدي إلغي القيد النظامي، يعني من حساب كفالات معطاة لصالح الغير إلى حساب الزبائن المدينون بالكفالات المعطاة لصالح الغير. إيداع وسحب زبائن الحسابات الجارية بالليرات اللبنانية: إيداع نقدي بمبلغ 42 مليون من زبائن لديهم حسابات جارية بالليرات اللبنانية، ما ذكر لي أسمائهم فبدي أقول مختلف لأنه ما بعرف أساميهم، يعني من حساب الصندوق 42 مليون إلى حساب الزبائن مختلف جاري بالليرات اللبنانية. سحب نقدي بمبلغ 13 مليون من زبائن لديهم حسابات جارية بالليرات اللبنانية، يعني بدي أقول من حساب الزبائن مختلف جاري بالليرات اللبنانية إلى حساب الصندوق 13 مليون. إيداع شيكات للتحصيل بمبلغ 81 مليون و200 ألف من زبائن لديهم حسابات جارية بالليرات اللبنانية. إيداع شيكات يعني من حساب شيكات مستلمة للتحصيل، بس بدي أحط لهم إياهم بحساباتهم الجارية؟ لا،
لا، إيداع الشيكات ما حط لهم حسابات الجريمة، انتظار تحصيلهم، يعني من حساب شيكات مستلمة للتحصيل إلى حساب الزبائن مختلف شيكات مستلمة للتحصيل. هذا مش قيد نظامي، هذا مش قيد نظامي، هذا قيد حسابي. وإلا الزبائن، مش الزبون فلان، لأنه ما بعرف أساميهم على الزبائن. سدد للبنك نقدا شيكات بمبلغ 134 مليون مسحوبة من قبل زبائن مختلفين لديهم حسابات جارية بالإدارة اللبنانية. زبائن عندهم حسابات جارية بالإدارة اللبنانية، عاملين شيكات. الناس اللي انعملت لهم الشيكات اجوا قبضوها مبالغ 134 مليون، يعني من حساب الزبائن مختلف جاري بالإدارة اللبنانية إلى حساب الصندوق. صدق البنك شيك كان بمبلغ 17 مليون و500 ألف أصدرته ريم على حسابها الجاري بالليرات اللبنانية، يعني من حساب الزبون ريم جاري بالليرات اللبنانية إلى حساب الزبون ريم شيكات مصدقة ب 17 مليون و500 ألف. سدد البنك نقدا شيك كان بمبلغ 12 مليون و300 ألف قدمه ميشيل، سبق أن صدقته الزبونة رؤى، يعني من حساب الزبونة رؤى شيكات مصدقة بالليرات اللبنانية إلى حساب الصندوق. مقاصة مصرف لبنان، شيكات كانت مودعة بالبنك بمبلغ 140 مليون و202 قدمت اليوم للمقاصة. جميع الزبائن لديهم حسابات جارية بالليرة اللبنانية ارتجع منها شيكات بمبلغ 8 مليون و65 ألف وبلغت العمولة 85 ألف. هلا اول شيء لحتى فوت فيهم على المقاصه، يعني من حساب شيكات المقاصه الى حساب شيكات مستلمه للتحصيل. بال 140 مليون و202 اللي رحنا فيهم على المقاصه، الشيكات المرتجعه نحن اليوم اللي استلمناهم حطيناهم بالجانب الدائن من حساب الزبائن، يعني بالجانب المادي بدي اقول من حساب الزبائن شيكات مستلمه للتحصيل. طيب يا ترى انا اليوم اللي استلمتهم شو قلت من حساب، شو قلت من حساب شيكات مستلمه للتحصيل، يعني الى حساب شيكات مستلمه للتحصيل؟ لا، مش شيكات مستلمه للتحصيل، انقفل هون بشيكات المقاصه، يعني هلا هون الى حساب شيكات المقاصه. بالنسبه للشيكات اللي قدرنا حصلناها، هدول بدهم ينشالوا من زبائن شيكات مستلمه للتحصيل، ينحطوا بالزبائن حسابات جاريه اللي هن 132 مليون و137 ألف، يعني 140 مليون و202 ناقص 8 مليون و65. هلا بالنسبة للعمولة، العمولة من حساب الزبائن مختلف جاري بالليرات اللبنانية إلى حساب عمولات مكتسبة على تحصيل شيكات، أو إلى حساب عمولات مكتسبة على شيكات المقاصة. هذا بالنسبة للشيكات اللي رحنا فيهم. هلا بالنسبة للشيكات اللي تقدمت بوجهنا بالمقاصة، شيكات مسحوبة على البنك بمبلغ 40 مليون 272 ألف قدمت في المقاصة. هذه الشيكات بدي أقول من حساب شيكات مسحوبة علينا مستلمة في المقاصة إلى حساب شيكات المقاصة. هلا الجزء اللي ارتجع منها بدي أعمل له قيد معاكس لهذا القيد، في مليون و150 ألف شيكات ما قبلنا ندفعها، مليون و150 ألف من حساب شيكات المقاصة إلى حساب شيكات مسحوبة علينا مستلمة في المقاصة. هلا الباقي اللي مشي حاله بمبلغ 40 مليون و287 ألف ناقص مليون و150 ألف يساوي 39 مليون و137 ألف من حساب الزبائن مختلف جاري بالليرات اللبنانية إلى حساب شيكات مسحوبة علينا مستلمة في المقاصة. هلا بيبقى آخر شيء قيد العمولة، يعني من حساب الزبائن مختلف حسابات جارية بالإدارة اللبنانية إلى حساب عمولات مكتسبة على شيكات المقاصة. هلا حساب شيكات المقاصة بدي أعمله ترصيد. أول شيء مدين ب 140 مليون و202 ألف الشيكات التي قدمناها في المقاصة. تاني شيء عملته دائن ب 8 مليون و65 ألف بالشيكات اللي انرفضت لنا. تاني شيء عملته دائن ب 8 مليون و65 ألف قيمة الشيكات التي قدمناها فرفضت. تالت شيء عملته دائن ب 40 مليون و287 ألف بالشيكات اللي اتقدمت بالمقاصة علينا.
رابع شيء عملت مدين بمليون ومئة وخمسين ألف الشيكات التي رفضناها نحن في المقاصة. مجموع الجانب المدين 141 مليون 352 ألف، مجموع الجانب الدائن 48 مليون و352 ألف، يعني في رصيد مدين بمبلغ 93 مليون. يعني بدي أقول من حساب مصرف لبنان إلى حساب شيكات المقاصة 93 مليون. عمليات الأوراق المالية: شراء لحساب رائد الذي لديه حساب جار بالليرات اللبنانية 100 سهم تفضيلي بسعر 150 ألف ليرة لبنانية للسهم الواحد في شركة المدافع، عمولة الوسيط بنك الريف للأعمال 4 في الألف، عمولتنا 50 ألف ليرة لبنانية. بدي أعمل قيد أقول في من حساب عمليات على الأوراق المالية توسط شراء إلى حساب بنك الريف للأعمال بمئة سهم ضرب 150 ألف اللي هو سعر السهم الواحد ضرب 1.004 تزيد عمولة 4 في الـ1000 اللي هي عمولة الوسيط 15 مليون و60 ألف. بدي ارجع شيلهم هال15 مليون و60 الف، بدي شيلهم من الزبون اللي طلب بينعمل له هذه العمليه، يعني من حساب الزبون رائد جاري بالليرات اللبنانيه الى حساب عمليات الاوراق الماليه توسط شراء 15 مليون و60 الف. ثالث شيء بدي اخصم عموله، يعني من حساب الزبون رائد جاري بالليرات اللبنانيه الى حساب عمولات مكتسبه على توسط في شراء اوراق ماليه. ثالث شيء بدي أخصم عمولتنا الـ50 ألف من حساب الزبون رائد جاري بالليرات اللبنانية إلى حساب عمولات مكتسبة على توسط شراء أوراق مالية. بيع لحساب مهنة الذي لديه حساب جار بالليرات اللبنانية 250 سهم بسعر 38 ألف ليرة لبنانية للسهم، عمولة الوسيط بنك الريف للأعمال 4 في الـ1000، عمولتنا 50 ألف. هلأ بدي أعمل البنك الوسيط، الوسيط بدي أعمله مدين، يعني بنك الريف للأعمال بدي أعمله مدين ب 250 اللي هي عدد الأسهم ضرب 38 ألف اللي هو سعر بيع السهم الواحد ضرب 0.996 لشيل عمولته، عمولته 4 في الـ1000 لبقي 996 في الـ1000، يعني بيطلعوا 9 مليون و462 ألف. يعني من حساب بنك الريف للأعمال إلى حساب عمليات على الأوراق المالية توسط بيع، يعني بدي أقول من حساب عمليات على الأوراق المالية توسط بيع إلى حساب الزبون مهنة جاري بالليرات اللبنانية 9 مليون و462 ألف. ثالث شيء بدي أخذ عمولتي، يعني من حساب الزبون مهنة جاري بالليرات اللبنانية إلى حساب عمولات مكتسبة على توسط بيع أوراق مالية. تفويض البنك من قبل شركة الكحالي التي لديها حساب جاري بالدولار في البنك والتي أعلنت عن توزيع أرباح على مساهميها مبلغ 2.5 دولار للسهم، وقد سدد البنك فورا أنصبة أرباح زبائنه والذين يحملون أسهما في هذه الشركة، وبلغ مجموع عدد هذه الأسهم 13700. يعني البنك حيعطي لزبائنه 13700 ضرب 2.5 34250، يعني حيقول من حساب عمليات على الأوراق المالية توسط في أنصبة أرباح إلى حساب الزبائن مختلف جاري بالدولار 34250. المبلغ اللي نطى لزبائنك كأنصبة أرباح بده ينشال من حساب الجهة الآمرة بالدفع، يعني بده ينعمل شركة الحالي مدين إلى حساب عمليات على الأوراق المالية توسط في أنصبة أرباح، يعني من حساب الزبون الكحالي جاري بالدولار إلى حساب عمليات على الأوراق المالية توسط في أنصبة أرباح. بعدين بدنا ناخذ عمولتنا، بدنا نعمل الكحالي مدين بهذه العمولة من حساب الزبون الكحالي جاري بالدولار إلى حساب عمولات على التوسط في أنصبة أرباح أوراق مالية. فرق الصندوق: يفوق الرصيد الدفتري لصندوق الليرات اللبنانية رصيده الفعلي مبلغ 250 ألف. الدفتري أعلى من الفعلي. لما يكون الدفتري أعلى من الفعلي يعني الفعلي أقل، الفعلي أقل يعني في عجز.
العجز لازم يتحمله الموظف، الموظف ما تحمله من طالبه فيه، هون عم بيقول انه طالبوه فيه وسجلوه كسلفة على الراتب، اقتطع الفرق من راتب الموظف، يعني من حساب السلفات ودفعات المستخدمين الى حساب الصندوق 250 الف ليرة لبنانية. شراء طوابع امريه بمبلغ 6 مليون 750 الف وطوابع بريديه بمبلغ 115 الف نقدا، يعني من حساب طوابع امريه ومن حساب طوابع بريديه الى حساب الصندوق. التبرع نقدا بمبلغ 8 مليون ليره لبنانيه للمستشفى الحكومي، يعني من حساب تبرعات او من حساب هبات الى حساب الصندوق. بلغت مصاريف الاعلان في احدى القنوات 75 مليون ليره لبنانيه دفعت نقدا، يعني من حساب اعلان ونشر وعلاقات عامه الى حساب الصندوق. الزبون فراس لديه حساب تسليف بالحساب الجاري بدون ضمانات. الزبون فراس لديه حساب تسليف بالحساب الجاري بدون ضمانات بلغ رصيده 252 مليون ليرة لبنانية، تقرر إعدام الدين بعد ثبوت عجز فراس عن تسديد ما عليه بسبب ما أصاب مؤسسته بانفجار المرفأ. يعني إعدام الدين يعني نقل هذا المبلغ من أحد حسابات الأصول اللي هو تسليف بالحساب الجاري إلى أحد حسابات الأعباء اللي هو ديون معدومة، يعني من حساب ديون معدومة إلى حساب الزبون فراس تسليف بالحساب الجاري بدون ضمانات بالليرات اللبنانية. فوائد مدفوعة وفوائد محصلة. جانا لديها حساب ادخار لستة أشهر أصله 360 مليون ليرة لبنانية بفائدة معدلها 12% سنويا، يستحق اليوم، يعني اليوم بيكون مرق 6 أشهر. طلبت جنى تحويل الجملة يعني الأصل والفوائد إلى حساب ادخار تحت الطلب، جرى تحويله بعد اقتطاع عمولة 40 ألف ليرة لبنانية أدرجت في دفتر الحساب باسم مصاريف حساب. الفوائد 360 مليون ضرب 12% ضرب 6 على 12 21 مليون و600 ألف. فبدي أقول من حساب فوائد مدفوعة على حسابات الادخار إلى حساب الدولة ضرائب مقتطعة من الغير وإلى حساب الزبون جنى ادخار لأجل بالليرات اللبنانية، بدي أخذ منها عمولات 40 ألف، يعني بدي أقول من حساب الزبونة جنى ادخار لأجل بالليرات اللبنانية إلى حساب عمولات مكتسبة على حسابات الادخار، وبدي أرجع أحول لها الرصيد لحساب اللي هو 360 مليون زائد 19 مليون 440 ألف ناقص 40 ألف، بدي أحول لها إياهم لادخار تحت الطلب، يعني من حساب الزبونة جنى ادخار لأجل بالليرات اللبنانية إلى حساب الزبونة جنى ادخار تحت الطلب بالليرات اللبنانية. دانا لديها تسليف بالحساب الجاري للقاء رهن عقاري مبلغ 500 مليون ليرة لبنانية، الرهن 500 مليون. بلغ رصيد التسليف قبل الفوائد والعمولة 215 مليون ليرة لبنانية. تقدمت لتسديد ما عليها وإقفال الحساب. بلغت الفوائد 1,500,000 ليرة لبنانية والعمولات 50,000 ليرة لبنانية. سددت دانا ما عليها نقداً وجرى تحرير الرهن العقاري. إذا بدي أعمل قيد طالبة بالفوائد والعمولات بجعلها مدينة، يعني بدي أقول من حساب الزبونة دانا تسليف بالحساب الجاري لقاء ضمانات بالليرات اللبنانية إلى حساب فوائد مكتسبة على تسليف بالحساب الجاري وإلى حساب عمولات مكتسبة على تسليف بالحساب الجاري. تسليف بالحساب الجاري أو تسليف بالحساب الجاري للزبائن يكون أحسن إذا زدناها. هلا بدي أرجع أقبض منها المبلغ اللي هو 215 مليون زائد 1,550,000 من حساب الصندوق إلى حساب الزبونة دانا تسليف بالحساب الجاري لقاء ضمانات بالليرات اللبنانية 217 مليون و550 ألف. هلا بدي أحرر الرهن العقاري، يعني بدي أقول من حساب الزبائن الدائنون بالرهن العقاري المستلم إلى حساب رهن عقاري مستلم ب 500 مليون،